نتكلم. ربما راح نجاوبوا على سؤال لماذا كينيا وليس الكونغو، هكذا باش ننور المشاهد الكريم. بسرعه من فضلك، ما بقالناش بسرعه. اذا الكاف المجموعه كان ان اوردر اولويه من الالف ا ب سي دي وهي ماشيه حتى الاف. نعم اوكي. مجموعه الجزائر هي المجموعه سي. نعم. مجموعه مدغشقر الترتيب الاول مجموعه مدغشقر اوكي. الجزائر مرتبه الاولى، اذا هنا يلعبوا يوم الاحد بالاسكندريه، الجزائر تلعب بالقاهره يوم الاحد 7/7/2019. اذا الاول في الترتيب هادو الاول عنده الاحتمال الاول ا ب سي، اذا الاول الثالث في المجموعه ا هو كونغو الديمقراطيه. اذا كي يكون ا محكوم راح بريوريتي للبي، نروحوا للسي. للسي عندنا جروب ا بي و اف، اذا الا اليميني راح للبي. نروح للبي. نروحوا للبي. مبروك علينا غينيا. شكرا لك عبد النور الحميسي، يعني العديد اللي طرحت السؤال هذايا. نعم. ا ماهوش اليميني. الا اليميني ماشي اليميني دو جو، اليميني بور ما طاحش مع الجزائر تلعب مع مدغشقر. اليميني الجزائر تلعب مع مدغشقر. الوغ لور دو بريوريتي كيما قلنا اي هذا هو بي اف. فوالا دوك ا بي اف ا بي سي بالنسبه للمجموعه با، بالنسبه للمجموعه سي هي ا بي اف. اذا الا يروحون بريوريتي لو بي باش نهبطوا لو سي، دونك لو بي طاح معاه. هذا هو واضح. نعم. امور. نعم. لو كان ندخل، لو كان ندخل في نبداو بالمغرب ولا نبدا بالكوت ديفوار؟ نبداو بالكوت ديفوار. نعم. المنافس تاعنا مباشره ربما ان شاء الله بعد تاهلنا في الدور ربع النهائي ان شاء الله. بالضبط ان شاء الله. كي نربحوا غينيا ان شاء الله، وكي يربحوا اذا ربحوا هما مالية. بالضبط. حنا شوف ربما نعاونك شويه، نتفائلوا على الشاشه، نتفائلوا خير. وضعنا المنتخب الجزائري في كل الادوار محمد. كان تابع ما خلي الصبوره معليش ما نسحقوهاش، يقول لي من الاول محمد نتابعوا الويتيام دو فينال الجزائر تقابل غينيا. نتمنى نزيدوا في الكارد دو فينال الجزائر حتى نوصلوا للنهائي ان شاء الله. درتوا وضعتوا صوره الجزائر حتى النهائي ان شاء الله. نتفائلوا بهذه الصوره ان شاء الله.